في يوم من الأيام كان عيسى عليه السلام واقف على شاطئ بحيرة طبرية الجليل، فجاءوا ناس وايدين لمان عنده علشان يسمعون كلام الله عز وجل منه. فشاف عيسى المسيح اثنين سنابيك على الشاطئ ما حد فيهم، فركب مولانا عيسى عليه السلام واحد من السنابيك، فجلس المسيح في السنبوك وعلم الناس هناك. ילך בכבודי. באתי, יצאתי, עשיתי. وبعد ما غلق كلامه قال: يا سمعان، كي قم دخل نحن الغبة حق البحر وزقلوا بشباككم للصيد. فقال سمعان: يا سيدي، قد تعبنا الليل كله وما صدنا ولا سمكة وحدة، ولكن علشان تأمرنا أنت بزقل أنا بالشبك. ولما زقلوا بالشبك دي المرة اصطادوا سمك وايد، حتى كدهل الشباكة بتتشعق من كثر الصيد. فطربوا بصوت رافع على شركائهم في السنبوك الثاني علشان يساعدونهم، فجاءوا وملعوا السنبوكين حتى كدهم اللي بيغرقون. وكان سمعان مستغرب جدا من كثر الصيد، فقال: لا تقرب عندي يا مولاي لأننا مذنب. فقال عيسى عليه السلام: يا سمعان لا تخاف، من اليوم بتكون صياد بشر وبتجمعهم وبتهديهم إلى مملكة الله. فخلوا كل شيء وتبعوا مولانا المسيح عليه السلام. دخل مولانا المسيح إلى إحدى القرى، وكان هناك رجل نجس ببرص وايد، فعندما شاف عيسى عليه السلام خر على وجهه وترقاه وقال: يا مولاي، لو بغيت فأنت تقدر تطهرنا. فقال: يا رجل، أنا بغيت، فاتطهر من البرص. فخرجت منه نجاسة البرص تو في الحال، وقال له: روح عند الشيخ المتشفع في بيت الله وخلوا يفحص جسمك من البرص حسب شريعة النبي موسى كشهادة عندهم إنك اتطهرت من البرص. وانتشر خبر مولانا عيسى المسيح أكثر، برغم إنه أوصى الرجل وقال له لا تقول لأحد، وجاءوا عنده ناس وايدين ليسمعون كلامه وليستشفون أبوه من أمراضهم. ولكنه كان يعتزل من الناس في الجبل ليصلي ويتعبد الله عز وجل. وفي إحدى الأيام كان مولانا المسيح عليه السلام يعلم الناس في دار واحد، وكانت قدرة الله تشفي المرضى على يديه، وكان من بين الموجودين بعض من فقهاء وعلماء الشريعة، جاءوا من كل قرى منطقة الجليل ومدينة القدس ومناطق ما حولها ليراقبوا. وفي نفس الوقت جاءوا عنده بعض الرجال حاملين رجل مشلول على وقاه، وحاولوا يدخلون به عند المسيح، ولكن بسبب الزحام ما قدروا. فطلعوا به لمان الريم فحصلوا فتحة موجودة في الريم،
فدلدلوه على وقاه قدام مولانا عيسى. فشاف عيسى عليه السلام إيمانهم به وحسن يقينهم، فقال للمشلول: يا رجل مغفورة ذنوبك. فعندما سمع علماء الشريعة والفقهاء قالوا: من ذا يتكلم بالكفر؟ من يقدر يغفر الذنوب غير الله وحده؟ فقال: يا تسحل، إن قلت مغفورة ذنوبك أو قلت قم وامشي، لكن دلحين بتشوفون سيد البشر إن عنده سلطة ليغفر الذنوب على الأرض. بقول لك يا رجل قم شل وقاك وروح لمان دارك. في نفس الوقت قام الرجل من قدامهم وشل وقاه وراح لمان داره وهو يسبح الله عز وجل. فاستغرب الناس وامتلأوا خشوع، فسبحوا الله العظيم وقالوا: اليوم شفنا عجائب الله القدير. بعد ذي الأمور خرج مولانا عيسى عليه السلام من الدار، فشاف عامل ضرائب اسمه متلاوي جالس في مكتبه، فقال له عيسى عليه السلام: يا متلاوي تعال واتبعنا. فقام وخلى كل شيء واتبع المسيح، وعمل متلاوي غدا كبير في داره على شرف مولانا، وعزم وايدين من عمال الضرائب وناس تانين. لكن عندما شافوا علماء الشريعة والفقهاء قالوا: ليه انتوا تأكلون وتشربون مع عمال الضرائب والعاصين؟ فقال: المستحين ما يحتاجون طبيب، ولكنهم المرضى. أنا ما جيت علشان ندعو الصالحين للتوبة، ولكن العاصين. وتدمر المتشددين مرة ثانية وقالوا له: أتباع النبي يحيى يصومون ويصلون دائما، وأيضا أتباع فقهاء الشريعة، ولكن ليه أتباعك يأكلون ويشربون؟ فقال: هل يصوم أهل العرس عندما يكون العريس عندهم؟ لا، ولكن تجي أيام يشتل فيها العريس من عندهم بعدين يصومون. اسمعوا ذا المثل: ما حد يقطع من ثوب جديد علشان يخيط به ثوب دويل، وإذا عمل كذا يتشعق الثوب الجديد والرقعة ما تناسب الدويل، ولا حد يملي قربة دويلة بعصير عنب جديد، وإذا عمل كذا العصير الجديد يتخمر ويقرح القربة الدويلة. الناس اللي يشربون عصير عنب دويل ما بغوا يشربون جديد، ويقولون الدويل أحسن. وفي سبت مر المسيح وسط مزارع البر، فبدأوا أتباعه يقطفون سنابل البر ويفرقونها بأيديهم ويأكلون. فتدمر الفقهاء وقالوا: أنتوا ما تعرفون أن هذا حرام علينا عمله يوم السبت؟ فقال لهم: أنتوا ما قريتوا كتاب الله عن النبي داود؟ عندما دخل بيت الله كان جوعان، فشل الخبز المقدم لوجه الله وأكله وأعطى أصحابه، برغم أنه حرام أكله إلا للمتشفعين. إذا كان الله ما غضب على الملك داود، ليه أنتوا غضبتوا علينا وأنا صاحب السبت؟ وفي سبت ثاني دخل مولانا عيسى عليه السلام بيت العبادة يعلم الناس، وكان هناك رجل يده اليمنى معوية. فراقبوا علماء الشريعة والفقهاء مولانا عيسى عليه السلام لو كان بيشفي الرجل يوم السبت ولا لا،
لأنهم كانوا يدورون سبب ليتهموا به. فعرف عيسى عليه السلام أفكارهم، فقال للرجل اللي معوي يده: يا رجل تعال قم هنا، بغيت بسألكم سؤال. يحل لنا يوم السبت، عمل الخير أو عمل الشر هل تنقذ نفس أو تهلكها؟ والتفت فيهم واحد واحد وقال: يا رجل مد يدك، فمدها فرجعت يده صاحية. ولكن علماء الشريعة والفقهاء زعلوا جدا منه وتآمروا عليه واحتاروا يعملون بعيسى عليه السلام. وفي يوم طلع مولانا الجبل ليصلي لله، فقام الليل كله، وفي الصباح طرب على أتباعه واختار منهم 12 رجل وسماهم الحواريين والرسل، وهم سمعان الملقب صخر وأخوه أندراي. ويعقوب بن زبدي. وأخوه يوحنا. وفيليب الصيداوي. وابن تلماي. ومتى لاوي. وتوما الملقب توأم. ويعقوب بن حلفي. وسمعان الملقب بالوطن الغيور. ويودا بن يعقوب. ويودا الأصخريوطي اللي خان مولاه المسيح بعد فترة. وبعد ما اختار الحواريين نزل معهم من الجبل ووقف في مكان متساوي كبير، وكانوا هناك ناس وايدين من أتباعه ومن القدس ومناطق بني يعقوب وحتى من ساحل صور وصيدون لبنان، جاءوا ليسمعون كلامه وليشفيهم من أمراضهم. وحاولوا كثير ناس يلمسونه لأن البركة والقدرة تخرج منه فتشفيهم، وخرج منهم الجن والشياطين اللي كانت تعذبهم وشفاهم كلهم. وبعد ما شفى الناس قال لهم: هنيئا لكم يا مساكين، لكم نصيب في مملكة الله. هنيئا لكم يا جائعين، انتوا بتشبعون. هنيئا لكم يا باكين، انتوا بتضحكون. هنيئا لكم عندما يبغضكم الناس ويرفضونكم ويسبونكم، كأنه عار عليكم بسبب أنا سيد البشر. كذا عملوا آباءهم بالأنبياء الصالحين زمان. عندما يحصل هكذا افرحوا فرح كبير، لأن حسناتكم عظيمة عند ربكم. لكن الويل لكم يا أغنياء، لأنكم حصلتم ملذاتكم في ذي الدنيا. الويل لكم يا شبعانين دالحين، لأنكم بتجوعون. الويل لكم يا ضاحكين دالحين، لأنكم بتحزنون وبتبكون. الويل لكم يا من يمدحكم الناس، كذا مدحوا آباءهم الأنبياء الكذابين. لكن بقول اللي يبغوا يسمعونا: أحبوا أعداءكم واعملوا خير للي يكرهونكم، وباركوا ليسبونكم،
وادعوا لي عاملونكم معاملة غير إنسانية. ومن ضربك على خدك فأدري له الثاني. ومن شل شميزك لا تمنع عنه قرمتك. من طلبك عطه، ومن شل حقك لا تقول له هات حقي. وعاملوا الناس كما تبغون يعاملونكم به. إذا أحببتم من يحبونكم فأي فضل لكم؟ حتى العاصين يحبون الناس اللي يحبونهم. إذا أحسنتم إلى من يحسنون إليكم فأي فضل لكم؟ حتى العاصين يعملون هكذا أقل حاجة. إذا دينتم من يقدرون يسددون لكم فأي فضل لكم؟ فحتى العاصين يدينون العاصين اللي يقدرون يسددون لهم دينهم. لكن بقول لكم أحبوا أعداءكم وأحسنوا إليهم، دينوا ولا تتوقعون شيء، فتكون حسناتكم عظيمة وتكونون حقيقي عباد الله الرحيم، لأنه ينعم ويرزق حتى الأشرار وناكر المعروف، فارحموا لأن ربكم أرحم الراحمين. لا تحكمون على حد ما يحكم الله عليكم، لا تحاسبون ما يحاسبكم الله، سامحوا يسامحكم الله، اعطوا يعطيكم الله، كيل مليان مكبوس مهزوز فائض ملا احضانكم، بالكيل اللي تكيلون به يكيل الله لكم. هل بيقاود الاعور اعور؟ أما بيسقطون الاثنين في حفرة؟ ما يكون الطالب أحسن من معلمه، لكن إذا أكمل تعليمه يكون كما معلمه. ليه أنتوا تتشوفون للحفوة في عيون أخوانكم وعندكم حصى في عيونكم؟ كيف تقول يا أخوي خلنا نخرج الحفوة من عينك وأنت في عينك حصى؟ يا منافقين، خرج الحصى من عيونكم أولا وبعدين تقدرون تشوفون علشان تخرجون الحفوة من عيون أخوانكم. لا تثمر الشجرة الطيبة إلا ثمر طيب، ولا تثمر الشجرة العيفة إلا ثمر عيف. كل شجرة معروفة من ثمارها. ما تقدر تحصد من السيسبان العنب، ولا من الشوك تحصد الزيتون. الطيبون يتكلمون ويعملون من طيبات قلوبهم، والخبيثون يتكلمون ويعملون من خبث قلوبهم، لأن كلامهم يكشف في قلوبهم. מהגודל בליבו ימלל כל פיהו. ليه دائما تقولون لي يا مولانا يا مولانا وانتم ما تعملون بكلامي؟ اي واحد يجي عندي ويسمع كلامي ويعمل به مثله كما رجل بنى داره، فحفر حفرة غويطة وحط أساس راسخ وبنى عليه داره، فلما جاء سيل قوي وصدم الدار ما تزعزع، لأنه كان مؤسس على أرض صخرية قوية جدا. ولكن أي واحد يسمع كلامي وما يعمل به كما رجل بنى داره على أرض رملية من غير ساس، فلما جاء سيل قوي شل الدار وكسره في الحال.